حوار نهى وطراد مع الأستاذة اعتدال إدريس. رحب في مستمعينا على أثير ألف ألف أف أم في برنامجكم اليومي برنامج بصائر الرمضاني. بكون معكم أنا طراد سندي زميلتي نهى سعدي وأكيد برفقتنا الأستاذة اعتدال إدريس. حياك الله نهى. أهلا طراد ورحب فيك أستاذ اعتدال إدريس. أهلا وسهلا فيكم. يعني احنا عارفين فين وقفنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالأمس كنا توقفنا عن مفهوم الطلاق، فأنت قلت ما في استثناءات، فأنا بقول لك يعني عادة الاستثناءات هذه اللي احنا نتكلم عنها ما حد يقدر. شوف حتى انت لما تجي تشوف المشايخ جزاهم الله خير والعلماء لما بيجي يرسل لهم احد رسالة ويقول لهم انا طلقت زوجتي وكان كده كده، ايش يقول له؟ يقول له روح للقاضي عندك. ليه؟ لانه القاضي هي الحكاية ما هي لعبة، الحياة الزوجية ما هي لعبة بين يدك انت على هي بتطلق وقت ما تبغى من عارفه. فيقعد القاضي يزره كده زرة مظبوطة ويفعصه كده فعصة ويبدأ يفهم إنه يسأل منه، اسأله عن كيف الطلاق تم، في أي وضع أنت كنت، في أي حالة أنت كنت فيها، وبعد كده يوضح له كيف أهمية العدة وكيف هذه الأشياء كلها تصير. فإذا الطلقة الأولى إذا انتهت بعد ذلك أراد أن يرجع ليها بعد فترة، بعد إن شاء الله 10 سنين بده يرجع لها، رجع ربنا هداه وهداهم بدهم يرجعوا البعض، يستطيع أن يرجع لها بعقد جديد ومهر جديد، ولكن يكون عدد الطلقات قد نقص، فنقص الطلقة تصبح له طلقتان فقط. أي. طيب لا. ما فهمتيها؟ لا بصراحة. أي. أي. شوفي دحين هو الطلاق مرتان اللي هي الطلاق بالرجعة، إنه في يقدر يرجع لها، والطلاق الثاني يقدر يرجع لها، الطلقة الثالثة ما يرجع لها إلا بعد أن تتزوج رجل آخر طيب ويعاشرها معاشرة الأزواج وتطلق منه بإرادته، يتطلق منه وليس بطريقة محلل، ثم بعد ذلك تستطيع أن ترجع لمن؟ للزوج الأول. أما في الطلقة الأولى وفي الطلقة الثانية يستطيع زوجها إذا انتهت العدة أن يراجعها بعقد جديد ومهر جديد. نقول أنها قد بانت منه بينونة صغرى. طيب الطلقة الثانية نفس الشيء، لو رجعت له بعد كده وطلقها طلقة ثانية نفس الشيء، تقعد في نفس الأشياء كلها اللي هو العدة وتقعد، ولو انتهت منه ترجع له بعقد جديد ومهر جديد ويكون يبقى لها طلقة واحدة فقط. الطلقة الثالثة حتى ما كل واحد يلعب في هذا يطلق ويرجع يطلق ويرجع يقول والله أنا ما قصدي، نقول له لا، الحياة الزوجية ما هي لعبة في يدك. الطلقة الثالثة يا رجل طيب ترى انتبه، يوم ما انت حتتلفظ بالطلاق الطلقة الثالثة إيش معناته؟ معناته إنه هذه حتحرم عليك وحتبان منك بينونة كبرى. بينونة كبرى يعني إيه؟ يعني ما ترجع لك غير لما تتزوج رجل آخر. طيب ليش الإسلام جعل هذه العقوبة الكبيرة بالنسبة للرجل؟ يعني شوف الرجل يستطيع أن يتزوج امرأة مطلقة سابقا طيب. يستطيع أن يتزوج أرملة. طيب لكن صعب عليه جدا أن تكون زوجته عنده وتطلق منه وتتزوج رجل آخر ثم ترجع له. ما هي بسهولة يتقبلها الرجل. ما هي بسهولة. فعشان كده الله يليها حكمة. أيوة عشان كده جعلت هذه العقوبة قاسية، إنه الرجل مو بسهولة تطلق. فإذا نظام الطلاق في الإسلام جعل ولحكم معينة ولشرع معين، مش إنك أنت تلعب في الحياة الزوجية، مش إنه زوجتك والله قدامك لعبة. ترى انتبه لما طلقت الطلقة الثالثة ترى ما حترجع لك لو عيونك خرجت. طيب بس بالتالي منصفة أكثر من نعم قاسية. منصفة هي أكثر أيوه. من قاسية. بس هنخرج بسيط جدا زيادة على كلامنا. لو راح عند المحكمة وقال هذه المرأة محرمة علي تماما، حرمها أيوه. على نفسه أيوه، وزوجة تحت تاني وخلاص وتطلقت من هذا الثاني، هل ممكن ترجع له؟ نعم. حتى لو حرم؟ نعم، لأنه كلمة محرمة أصلا حتى الظهار لما قال له أنت عليك ظهر أمي جعلت له كفارة. كفارة صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا تحرير رقبة جعلت لها كفارة. فعندك حتى الطلاق، أنت كنت قلت يا نهى أنه بعض الأحيان برسالة ممكن هذا أيوه. فنقول لك يقع الطلاق برسالة، يقع إذا أرسل إذا كتب الرجل رسالة وبلغت المرأة حتى هو لو ما هو عازم على الطلاق يقع الطلاق. فما هي بسهولة، ترى الحياة الزوجية ما هي لعبة. أيوة هو يقولك أيوة. لا يقع الطلاق أثناء التعليم أو أثناء الحكاية،
زي إيش مثلا؟ يعني واحد قاعد بيحكي صاحبه يقول له والله يا شيخ لو خانقتني ومبهدلتني دي الحرمة، لو ما خوف الله والبذور اللي موجودين كان قلت لها أنت طالق. هنا نقول الطلاق ما يقع لأنه هو في مجال الحكاية. نعم. طيب لكن يجي واحد الحكاية والإيش والتعليم. والتعليم مثلا في رجل بيعلم الآخرين بيقول لو مثلا أنا طلقت زوجتي كذا كذا وقلت لها أنها طالق، فهنا الطلاق كذا كذا، فطبعا حرص حتى لفظي. أيوة. لكن الطلاق الهازل، الهازل يقع اللي بالمزح، اللي بالمزح. نعم. ثلاث جدهن، جدهن جد وهزلهن جد، العتق والنكاح والطلاق. لو واحد بيمزح مع مرته بيقول لها انت طالق يقع الطلاق. يقول لك لا والله بمزح معها. تمزح معها ايش؟ هو ده مزح؟ ده دماغك تنفرم يعني، ما هو مسح ابدا ده. فهنا يقع فيها الطلاق. فاذا نظام الطلاق في الاسلام نظام راقي، ما هو اي كلام. واذا تعسف الرجل، شوف تعسف الرجل في استعمال هذا الحق ولم يرد ان يطلق المراه والمراه كارهه انها تعيش معاه، طب تعال اقول لك شيء، في شيء اسمه الخلع. طب ينحس يقول لك يعني طب حرام، افرض هو بيبهدلها وبيضربها وفي عيوب، تقوم تروح تخالع، ولما تخالع تقوم تفتدي نفسها وتدفع له مهر وتدفع له شيء. نقول لها منتظره. هنا لما ترفع الامر للقاضي في شيء اسمه التفريق. يعني بعض الاحيان القاضي يجبر الرجل ان يطلق رحمة بالمرأة. لو كان الرجل، نفترض انه المرأة تزوجت الرجل واكتشفت به عيب، يعني مثلا كان عنده شيزوفرينيا، كان عنده صرع، كان عنده مشكلة، كان عنده عيب، يعني ايش بقول لك، يطعن في أهمية الزواج وفي الغرض الأساسي من الزواج. مؤخرا كان يشخر، لا ما يشخر عن التشخير. بيقول مؤخرا فعلا صارت يعني في 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 للأسف يعني ستات وفي ناس صاروا بيطلعوا العيوب اللي هي يوم من الأيام ناس حبوها في أزواجها. يعني وخبر هذا موجود في العالم العربي. إيه؟ عشان يضغط معجون الأسنان من فوق ما يضغطوا من تحت، فيصير شكل المعجون مقيد. أيوة في نساء، في نساء، في نساء يضغطوا كده العاذ بالله. أيوة. فهنا إيش بنقول لها إحنا؟ إذا كانت، إذا كان الرجل فيه عيب يقدح في الغرض الأساسي من الزواج، هنا لها الحق أن تتقدم للقاضي وتطلب الطلاق. مو تخالع، حتى هو لو رفض تطلب الطلاق، فالقاضي يطلقها من الرجل. طيب فإذا هنا في أشياء فيها رحمة بالمرأة. يعني النظام، نظام الأسرة ما هو جاي ضد المرأة، بل بالعكس جاي مع المرأة. كون إنهم بيقولوا لهم صلح، يعني لجنة إصلاح ذات البين أو شيء لهدف إنه ما يبغوا الحياة الزوجية تنهدم، لكن في عندك أمور تسويها. ترى يعني في شيء، تصدق أقول لكم، إذا أعسر الرجل بالنفقة، إذا أعسر الرجل بالنفقة للمرأة الحق في طلب الطلاق. إيش يعني أعسر بالنفقة؟ بالنفقة يعني مثلا امرأة كانت عايشة مع رجل 20 سنة نفترض، وكان كويس ومهنيهم ستتها، الراجل فلس وصار معسر جدا مو قادر ينفق عليها. يا الله. إيه والله، لا أعطاها الحق، لكن هنا نقول لها مفهوم. أيوة. أعطاها الحق. أيوة. يا الله. أعطاها الحق، ولكن جعل هناك العشرة بالمعروف. الحلوة المرة يا جماعة. أحسن. مقلع قال العشرة بالمعروف. شوف ما ضغط على المرأة، ما قال لها غصبا عنك تعيشي معاه، أخذت من خير وترميه من عافية، لا قال لها ممكن يعني إذا عسر الرجل من نفقة لا يستطيع أن ينفق عليها لها الحق، ولكن قال لها هناك العشرة بالمعروف، هناك أنك أنت تتذكر المعروف اللي بينكم ولا تنسوا الفضل بينكم. يعني سبحان الله لما يكون في الاختيار هذا عندها ومباح وجائز لها أنها تسويه، ما حتفكر في الممنوع، دائما مرغوب، فهي حتحس أنه أنا في يدي، لا خليني أوقف معها، خليها زي، حتحس نفسها انه انا والله وقفت مع زوجي وسويت وعملت. بتستاهل الطلاق ساعتها لو قالت انه انا يعني حسيبه في الموقف ده، وخصوصا طبعاً. لو زي ما استاذ اعتدال بتقول عملها بالطيب، يعني كان انسان كويس معاها وحنون والحاجات هذه كلها، وكنت تحبيه وكنت بتعلني انك تحبيه وتعرفي ان انت تحبيه وهو يحبك، لان يوم لما حصل له زي كده قررتي يعني انت، هو خسر فيك. أيوة. ده الموقف ترى هو اللي خسر. بس صح غير كده يعني النساء لو يعني يفكروا اكثر بعمق احسن له هو. ايوه لانه فعلا في الرجل له نفسيه وله مشاعر وله
هتدمره فعلا. نعم. في رجال ما يتحملوا على فكرة فيحس يصير عندهم انتكاسة نفسية عندهم حيطيحوا بس هو في الغالب ترى بنجد في الغالب انه المرأة بتصبر ايه طبعا بس ما تجي واحدة تقول يكفي صبرت عليك لا 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 يعني لا تهرج ذا الكلام لو سمحتي. انت هنا بتسوي من باب العشرة بالمعروف ومن باب الإحسان. الإحسان إذا حتى جات امرأة للرسول صلى الله عليه وسلم قالت له اسمها زينب. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما جاء دخل الخادم قال له زينب تسألك إنه لو عندها هي صدقة هل يحق لها أن تتصدق بها على زوجها؟ فقال له أي الزيانب؟ مين فيه من الزيانب؟ فقال له زوجة عبد الله بن مسعود. فقال له قال له نعم يعني تتصدق على زوجها فهلها أجر الصلة وأجر الصدقة. الله الله. فهنا تعتبر يعني اللي عندها مال تعطي زوجها تقف معه لأنه هو عاش معها عاشت معها الحلوة والمرة زي ما أنت قلت عاشوا مع بعض بابن بيتهم فهنا لهم الحق أنهم يعني يعيشوا الحياة لأنه حياة زوجية ترى ما هي أي كلام هذه حياة تأديب المن اختلف كثير الزمن اللي احنا فيه ده حتى في العطاء ما بين الزوجين يعني تختلف شوية. أي في عندنا هنا كنا انهينا تقريبا شبهة اللي هو الطلاق وهذا في طبعا حنتنوع حناخذ من كل بستان زهرة. فهنا في عندنا شبهة تانية انه في ناس كتير والمشككين يقول لك النظام الجنائي في الاسلام يعتبر وحشي. طيب النظام الجنائي اللي هي العقوبات الجنائية القصاص يعني كله العقوبات الجنائية تعالي شوفي ايش عندك انت العقوبات الجنائية. شايفة ايش هي العقوبات الجنائية؟ عندك مثلا حد الزنا طيب حد القتل حد السرقة حد القذف حد الحرابة وحد شرب الخمر. هذه الحدود عندك تعتبر ايش معتبرين انها يعني وحشية وهمجية. فعندك لما يعني الناس اللي بيتهموا الإسلام بالوحشية وبالهمجية أخذوا هذه الحدود وقالوا يا الله الإسلام دين وحشي. كيف عندكم أنتوا في الزنا في الرجم حتى الموت وفي الجلد وعندكم في القتل لمن الواحد يقتل قتل العمد وشبه العمد شبه العمد أنه يقتل وعندكم في السرقة تقطع يده وفي القذف يجلد وفي شو اسمه هذا وفي شرب الخمر يجلد إما 40 جلدة أو 80 جلدة وفي الحرابة. إيش الوحشية دي اللي عندكم؟ ويبدأوا يتكلموا عن الإسلام ويتكلموا عن إيش الهمجية اللي هم يقولوا فيها وهم قاعدين إيش اللي عندكم؟ لا القوانين الوضعية روحوا شوفوا في برا هناك كيف لما يجوا المجرم كيف يتعامل وكيف ما نعرف إيه وكيف نسجن من هذا الكلام. خلينا إحنا نرد عليهم ونقول لهم إيش الردود على هذه الشبهة. أول شيء الإسلام منظومة متكاملة للإصلاح ما هو مبني على إقامة الحدود فقط. الشرع الإسلامي ما هو متلهف إنه يرجم يجلد يقطع هذه مين غايته. اللي بيصور الإسلام مشكلة إنه في بعض الأمور التي حدثت وأعطت للإسلام الفكرة السيئة هذه. الإسلام يا جماعة لا يقاس بالرجال. الإسلام أنت شوف الإسلام الدين هو فيه تكون بعض المواقف حدثت من بعض الناس أو بعض الكلمات التي حدثت من بعض الناس فأعطت للناس أنه أوه الإسلام إسلامكم كده بدي الطريقة. يجي واحد يتفلسف ولا يجي ناس يقوموا بشيء معين يقوم يقولوا أوه إسلامكم أنتوا كده وإسلامنا بريء منها. فالإسلام ما هو متلهف على إقامة الحدود رجم وجلد وقطع هذا ما هي غايته ولا أساسه كده لكن هذه هو عاملها وسيلة ولبنة للإصلاح برنامج رباني عشان يدير الحياة. طيب فلما نحط العقوبات المقررة للإسلام اللي هي القذف والسكر والسرقة والفساد في الأرض قالوا إنه إذا كان الجريمة الأولى مثلا الزنا زي ما احنا ذكرناها هذا فحطوا لها أشياء معينة وحدود معينة مو أي واحد على طول يقام عليه الحد. هو حاطط هذه الحدود وقائية طيب ردعية أكثر منها شوف وقائية ردعية أكثر منها عقوبة حقيقية. كيف وقائية ردعية؟ أعطاهم شيء يردعهم قال لهم إيه؟ قال لهم إذا كانت الزنا عشان إثبات جريمة الزنا وإثبات حد الزنا أربع شهود. أحسنت أربع شهود هذول يقروا أنهم رأوا الفعل رأي العين في تفصيل ما نقدر نخوض فيه الآن مما يجعل إثباته أمر صعب صعب جدا صعب جدا. أحسنت
بل شبه مستحيل. وزاد على هذا لو واحد اتهم اثنين بوقوع انهم وقعوا في الزنا تطالبوا انه يجيب 4 شهود ولا ايش حيقام على إيه. ايوه ولا حيقام عليه حد القذف ليه؟ لانه اعراض الناس ما هم لعبه طبعاً. عندكم اما 4 شهود او الاعتراف من الشخص نفسه انه هو يعترف ويقول انه هو قام بهذه العمليه. أيوة أيوة. طيب كيف هذا؟ او طبعا ظهور الحمل على المراه اللي هي مثلا تكون غير متزوج او هي تعترف بنفسها طبعا. فعندك الاعتراف لما جاء رجل للرسول صلى الله عليه وسلم قال اني زنيت فوقع اعتراف ووقع شديد فالرسول صلى الله عليه وسلم صار يستوثق منه ويعرض عليه يقول له لعلك قبلت او غمست او نظرت فهو يقول له لا زنيت فبدا بعد كده الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يحقق معه حتى لا تكون عنده شبهه جاء نروح له مره واثنين وثلاثه أيوه وكم مره ايوه هو قال اني زنيت فطهرني أيوه فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا يمكن ما يكون قصدك كده يمكن انت فاهم المفهوم حق الزنا بطريقه ثانيه يمكن انت قصدك مثلا قبله قصدك كده وهكذا حتى تاكد منه انه هو حتى بعد ذلك اقام عليه الحد. في عندك سبحان الله العظيم شوف اقول لك في شيء في بعض الاثار حادثة مرة رائعة. عمر بن الخطاب في أيام خلافته رأى رجل وامرأة على فاحشة طيب. طيب ما قدر على شدة حرصه وحرصه على حدود الله إنه يبت في هذا الأمر بنفسه. طيب جمع الناس وقام فيهم خطيبا وقال ما قولكم أيها الناس لو رأى أمير المؤمنين خلي بالك أمير المؤمنين رأى رجلا وامرأة على فاحشة فقام علي بن أبي طالب وأجابه بقوله يأتي أمير المؤمنين 4 شهود أو يجلد حد القذف 80 جلدة طبعا. فسكت عمر ولم يعمل شيئا فشوفي سبحان الله العظيم على الصغير أيه؟ والكبير أيه؟ فهي وقائية العقوبات أيه؟ ما يفرق نعم. العقوبات هذه وقائية ردعية ما هي أي كلام هي ما هي عقوبات حقيقية بقدر ما هي ردع للناس قطع اليد تخيل قطع اليد على السرقة أيوة. طيب فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك قبل ما تقطع اليد أول شيء في لها طريقتين قبل ما توصل لقطع اليد غير إنذارين أصلاً قبل أو يعني تعهدات لا هو عشان غير التعهدات عشان يضمن إنه ما تصير سرقة طيب طيب أول شيء قال لهم علشان ما تصير سرقة السرقة بتصير إيش نتيجة للحاجة طيب أو إذا كان طبعاً إذا كان هو لا مؤاخذة ما هو معبر المجتمع ما هو يعني بيسوي بإضرار للمجتمع هنا يأخذ عقوبته طيب لكن طبعاً. إذا سرق للحاجة فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لكم في طريقتين إيش هي أول شيء والإسلام قال لهم الإنفاق إيش هي الزكاة خرجوا زكاتكم يا مسلمين خرجوا زكاتكم يا أغنياء علشان ما تحوجوا الفقراء إنهم يسرقوا فعلا لو طيب. وصلت الفلوس لكل الناس المحتاجين ما رح يصير ما رح يصير فقر طبيعي. الشيء الثاني قال لهم غير الزكاة في شيء اسمه تكافل كل واحد يقول هذا يساعد ده وهذا يساعد ده اللي هي صدقات بحيث انه يعني المقصر لو يعني الانسان اللي يقصر يؤذي الاخرين فيقول له انت لا تقصر عندك فلوس ربنا رزقك فلوس يجب ان تتكافل مع الاخرين فحتى بيقول لك ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع تخيل ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع في يقول لك سبحان العظيم في الغزالي ذكر انه رجل كان عند عبد الله بن عمرو طيب وغلام يذبح شاة فقال عبد الله بن عمرو يا غلام لا تنسى جارنا اليهودي لا تنسى هو بيذبح الغلام حقه اللي هو العبد بيذبح شاة فقال لا تنسى جارنا اليهودي رجع كررها مرتين وثلاثة فقام الرجل قال له ليش تقول هذا يا عبد الله ليش فقال والله إن رسول الله ما زال يصينا بالجار حتى ظننا أنه سيورده يعني جيراننا ارسلوا لهم أوكي دحين عندكم ما شاء الله تبارك الله اللي بيكونوا في أحياء طيبة اتذكروا الأحياء الفقيرة نعم أكلكم اللي أنتم بتحطوه حتى لو كان جارك مو مسلم حتى لو كان لأنه هذا جار اليهودي فما بالك جارك فما بالك طالما عايش معاك في نفس البلد له ذمتك وله عهدك طيب فهنا يتم معاه أنه يعطى من المؤلفة قلوبهم يعطى من الفقير يعتبروا من الفقير أو المسكين يعطى منها فهنا شوف سبحان الله العظيم كيف الإسلام يعطيك النظام إنه هذا ما تقيم عليه حد السرقة فأيضا عندك حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها إذن معناته إنه هذه ما فيها محاباة لكن بيشوف إيش الإيش
يشوف الأشياء اللي دعته إلى ذلك. أيوة. حتى بالنسبة للجلد حق شرب الخمر. يعني اللي بيشرب الخمر ويفقد رشده ويمشي في الشارع يصدم ده ويصدم ده، هذا نسيبه كده نقول بس نسجل؟ ده ياخذ له جلدته كم جلده كده. ومعليش عفوا استاذة تدال، يعني انت لما تيجي تتكلم انت يلي بتقول انه في ظلم او في وحشيه في الحكم ايش ما كان، لو كان مالك اللي انسرق وانسرق منه كثير حتى حتدور على الانتقام بهذه القوة. لو كان الشارب الخمر هذا على قول أستاذ اعتدال، يعني مرة نقطة حلوة اللي طرحتيها يعطيك العافية. لو كان هذا الشخص خبط واحد من أولادك أو قتل، ما كنت حتسكت ولا حتقول لا وحش، حتقول أبغى أكثر كمان يعني يصير. فكان في إنصاف لي الطرفين أو للطرفين كأفراد وللمجتمع ككل. صح. يعني هذا لو الشخص هذا يقرب لي أو شيء زي كذا ما حتشوفه كذا، سبحان الله. فخلينا نكون يعني نعدل. منصفين. صدقتي يا بنتي. شوفي يا نهى، أذكر من زمان كان في برنامج يجي في التلفزيون، فهو برنامج أجنبي، فكان بتعمل المذيعة مقابلات مع ناس بتقول لهم كيف إحساسكم لو كان ابنكم قتل والقاتل خرج من السجن. طبعا هناك في الغرب عندك القاتل ما بيقتل، بيخرج من السجن، قد سجن مؤبد، والسجن المؤبد عندهم ايش هو 20 سنة. انت صادقة 20 سنة او المؤبد ويخرج من السجن لحسن السيرة والسلوك او للعفو او لاي ما الى ذلك. فتقول لهم كيف احساسكم لما نشوف انه هذا قتل، مع انه هو قتل متعمد، كيف احساسكم؟ اللي قاعد بيبكي وبيقول لها انا نفسي اقتله. ليش؟ لانه كيف ينعم هو بالحياة وولدي ميت، كيف هو ينبسط وانا احس انه ولدي ميت. فقاعدة بتهون عليهم. فالإسلام لما أعطى حتى العقوبات هذه عقوبات وقائية رادعة، حتى فعلا أنت ما تقولي لو كان ولده ما حيهون عليه. كيف؟ فهون هو ده شرب الخمر بالله. لو واحد كان بيشرب الخمر في بيته وما تسوس في بيته ما حد حيجي يقيم على الحد. ما حد حيقيم على الحد. لكن لما تيجي تخرج عيني عينك وتتحدى المجتمع والمجاهرة بالمعصية أحسن ويسبب أذى للآخرين، يعني بعض الأحيان اللي بيشرب الخمرة قد يكون في إنسان عياذ بالله نسأل الله السلامة يعتدي يسرق يقتل يا ماما بالسيارة حقته ماشي مسطول يصدم ده ويصدم ده كم عيلة بتموت. أنا كان نفسي نكمل نقاش، أنا مرة عاجبني بس حلقة انتهت. يعني الحلقة انتهت وإن شاء الله بكرة حنلقاكم في بصائر، وبإذن الله اللي حاب يتابعنا برضو يعني ما سمع الحلقة كاملة ممكن يسمعنا على اليوتيوب لما تنزل الحلقة. كنت معكم طلعت سندي، زميلتي نهى سعدي، والأستاذ اعتدال إدريس. إلى اللقاء.